لا، انفجار امني او انه خضة سياسية مثل ما بتقول العالم، انه لا ما بتوقع، انه تعودنا على هذا الشيء، يعني ما بقى في شيء جديد. يعني هي خضة سياسية بيتخانقوا بين بعضهم يومين ثلاثة بيرجع بيروق البلد، والعالم مثل ما بتقول، يعني مثل ما بيقول العالم انه خلص تمسحنا، ما بقى في شيء. لا لا لا، انا مسالمة وان شاء الله ما بيصير شيء. عربيا ماشي الحال، العرب دائما بيحاولوا يلاقوا مخارج. على مستوى العربي الوضع سيء جدا، يعني الحرب السعودية اليمنية، الوضع بليبيا ما في دولة بقى، ما في شيء. بمصر متفجر بشكل دائم، ممكن يمتد التفجير لأبعد. هذا بسوريا وبالعراق كمان مثل ما عم تسمعوا، يعني الوضع العربي سيء سيء. على مستوى الأمني ما بيصير شيء، لأن أوروبا ما بده حدا يعمل شيء، مشان إذا صار في مشاكل هون وانفجر الوضع الأمني، اللاجئين اللي هون بيروحوا على أوروبا، وهيك هذا الشيء اللي ما بدهم إياه، مشان هيك هون في عاملين هالشغلة هيك. بالنسبة لي ما أعتقدك يعني توتر بالوضع الأمني، بالعكس الوضع الأمني جاي يمشي نحو الأحسن، يعني يتقدم نحو الأحسن، بحكم أنه القضاء على داعش الإرهابي والحركات الإرهابية المتطرفة بالعالم. الآن الشعب العربي أصبح واعي ومدرك لهذه العمليات التي تحاك من حول الوطن العربي بصورة عامة، فلذلك أنه توقعاتي أنه تكون 100% أنه المنطقة باتجاه نحو الاستقرار إن شاء الله. على لبنان الحمد لله، يعني الوضع مستذب نوعا ما، والدولة والجيش والأمن الداخلي كله يعني مسيطرين، الدول العربية برميل بارود. هلا الأمور بسوريا وبالعراق وباليمن وكذا يعني ما بترضي حدا. في العالم العربي متوقع يعني الوضع يعني من يوم إلا يوم ثاني أحسن، يعني الحمد لله بعد هزيمة داعش في العراق، والحمد لله وشكره في سوريا، يعني والبلاد العربية إن شاء الله في يوم بعد يوم أمان أكثر إن شاء الله.